بحثنا دكتور فارس ميلي طبيب مختص في الأمراض الصدرية والحساسية والإقلاع عن التدخين والإدمان. واليوم نحكي مع بعضنا كيفاش نجمو نقلعو على التدخين بالنسبة للناس المدمنة على الدخان. شوي آخر دكتور نحكيو على التريتمون اللي موجودين تو اللي نجمو يعاونوا العبيد أنهم يقلعوا عن التدخين، ولكن يمكن أهم سبب وأحسن حاجة نبدأ بها مع المدخن أن نعرفوا علاش هو ساعة بدي التدخين متاعو وكسلوك متاعو وذيك المربوط بالإدمان على كسيجارو ذيك منش بدي بش نجمو نصلحوا الباقي هكا ولا ليه؟ فعلا يعني هو الإدمان سلوك، والسلوك إنسان يدخله بالتدرج، وأغلبية المدمنين على التدخين يبدأوا في سن مبكرة، ما يبدأوش يعني بعد سن في عندما يكونوا كبار، وعندما يكونوا صغار أطفال أو مراهقين المسالك العصبية ما زالت غير مكتملة. المسالك العصبية اللي تتحكم في السلوك تنضج تقريبا بعد فوق العشرين، يعني من 20 إلى 25 سنة. فهذاك علاش إذا كان تدخل لها مادة تغير التركيبة متاعها وتغير النمط الفونكسيونمون متاعها النشاط متاعها تخرج ضعيفة، والإنسان يفقد يولي سلوكه أي سلوك كان يفقد يولي ضعيف أنه يكونترول وعنده القدرة على التحكم في السلوك. فعندما تجيه رغبة يولي يقدر صعيب أنه يتحكم فيها، يولي يحب لا ساتيسفير معناها من غير ما يشعر ما عندوش القدرة أنه يحد منها. وعلاش هذا؟ على خطر احنا الدماغ متاعنا عنده تركيبة خاصة، فما جهة في الدماغ في وسط الدماغ اللي هي موجودة عند حيوانات الكل واللي هي تلبي لنا الرغبات، احنا نسميه لو سيستيم دي ريكومبانس. السيستم دي ريكومبانس يعني نظام الاستجابة إلى الرغبات أو النزوات. فهذا موجود عند الحيوانات الكل، كيف يجوع يأكل، كيف في الاكتيفيتي سكسويل تجيه رغبة ما يقمنش يشدها دونك يولي يتعدى للاكت. والمخدرات بكلها تخدم في نفس المكان هذا. هذا من ناحية كيفاش أنا كي تجيني رغبة معينة نحكم فيها الناس يعني نلبيها رغبة، وإلا لا نقول لا هذه ما يجيش وحرام ولا ما يتلزمش ولا تضرب الصحة أو عيب أو هذا كله. هذا الجهة في الدماغ هي يسمى الكورتكس بريفرونتال اللي في الدماغ من القدام، هي اللي تحكم في الدماغ الدخلاني هذا اللي فيه تتولد النزوات متاعنا والرغبات متاعنا. وهذا يقع عبر مسالك عصبية. فكيما عندك انت ان بغاد فيغ باش تعملو، شكون يغلب؟ النزوه هي اللي باش تغلب عندما يكون قويه، والا المخ نتاعي كيخمم ويقيس ويوزن ويقرر يقول لا هذا السلوك ما يساعدنيش ولا ما يلزمنيش، ودونك الرغبه والنزوه هذه الرغبه ما نحبش نحققها بارادتي. فتكون عنده القدره، والقدره هذه تتنفذ عن طريق المسالك العصبيه هذه. كيما تجي حاجه بتوصلها البقعه، يعني يلزمك الضوء باش تنزل عليه، تنزل انت على الانتربتور ويتعدى في عبر مسلك ويمشي للانبوبه باش يشعلها. المسالك العصبيه هذه تتضرب وتولي غير فعاله عندما تدخل لها مخدرات، واولهم التدخين. وعندما تدخل لهم المخدرات في سن انهم مازالوا ما اكتملش النضج نتاعهم، يعني في سن الصغرى مبكره فيكبروا وهم ضعاف. هذاك علاش اللي يبداو في التدخين وهما صغار، اي نقولوا احنا ماهمش فايقين وبمضره التدخين ماهمش واعيين. اي وكي يكبروا هاو يوليو واعيين. علاش بنلقى صعوبه؟ لان حتى كان وقتها يولي عندهم وعي وادراك يجي يحب يبطل، المسلك هذا اللي ينفذ ويعدي ضعيف، ما يعديش كيما تنزل على انتربتور والمسلك هذاك محروق. الخيط هذاك اللي يربط ما بين الانتربتور ما بين الزر وما بين الانبوبه تلقاه مقصوص في الوسط ولا ضعيف، ما يعديش المعلومه، ما يعديش الاراده نتاعك والرغبه نتاعك. هذاك علاش احنا نحذروا برشا الصغار، مش على خاطر الكبار يلزمهم يتكيفوا، حتى حد لازم يتكيف الكبير الصغير، لكن الصغار بصفه خاصه لانه الدماغ نتاعهم مازال ما اكتملش النضج نتاعو ويضروا المسالك العصبيه بصفه نهائيه. حتى كان بعد يبطلوا التدخين في سن بعد يعني عند البلوغ واللي من بعد،
فبصفة يرقعوا المسالك هذه أما ما تصلحش عن يعني جذريا، لكن عندنا القدرة أنه الدماغ يرقع ويصلح. كيما أنت عندك كياس ما يعديش تولي تعمل بيست على اليمين وعلى اليسار باش توصل نفس البقعة عبر مسالك أخرى يحدثها الدماغ، وهذا يعني ثابت علميا. ف هذا علاش دونك يدخل إنسان صغير في السلوك نتاع الإدمان، لأن كل مخدر يجيب إحساسات إيجابية معاه، ما كانش الإنسان يذوقه مرة ما عادش يعاود. فإذا مرة مثلا إنسان أخذاه وهو منرفز وفرد عليها شوية وما عند يولي يعاود مرة اثنين وعشرة ومئة مرة، تولي هذيك الطريقة نتاعه لإدارة الإحساسات السلبية متاعه. فإذا عود نفسه أنه الإحساسات السلبية اللي تتكون عنده من الصغرى حتى من يكبر ما يديرها وما يلجيغ إلا بالدخان وستريس، يلجيغ بالسواقر والقلق والتنرفيز، وكي يبدأ دونك هذا بكله يولي يتسجل في الذاكرة في الميموار ويمشي، احنا نسميها الورك ميموري يعني الميموار دو ترافاي اللي هي بالنسبة لك كيفاش نسميها بالعربي، مثلش مش مشكلة كما اختيش بالعربي الذاكرة العاملة يعني الميموار دو ترافاي اللي هي فيها المعلومات اللي نستحقهم كل يوم هذيك اللي تخرج. احنا ناخذ مثال بيه معناها جوست دكتور باش نفهمك انا، معناها العبد اول ما تبداو معاه تفهموا هو علاش يستحق لك السيجار وذاك باش يولا مولا مدمن عليه. دونك اذا كان سي بون فهمتوا علاش هو القلق اللي يجي منه، مثلا كيما قلت انت متغشش وتعارك مع مرته وتعارك مع عرفه وحيد عنده شويه اكتئاب، يمشي يلجأ لك السيجار وهذاك باش ينجم يعوض به هكا النقص ولا الغشه اللي عنده هو. اذا كان سي بون فهمنا الوضعيه النفسيه ولا الحاله النفسيه نتاعو هو، من بعد يقول لك هو به انه هو السيجار وذاك يعوض لي المونك اللي عندي انا، كي انت تنحيه لي انا باش نعوض المونك اللي عندي هذاك، فاش نجم نتخلص من السيجار وذاك. الو بالنسبه للمدخن شي مشكله صعب اللي يلقاه باش ينحي التدخين، هما زوز مشاكل كبار. حاجه الاولى هي احنا نسميها الكريفينغ اللي هي الرغبه الجامحه اللي من كي يحب الحشيشه نسميوها يحشش ويحشش بصفه كبيره وتولي له معشه في مخه وما يتفرهد الا ما يتكيف. هذاك يتسمى لو كريفينغ وهذا دونك احنا الصعب الاولاني هو هذا اللي نحب نعاونوه على هذا. خاطر كي يولي كي تجي حشيشه قويه وينجم ولا ما عادش تجي قويه تجي خفيفه، عنده القدره انه ينجم يشد روحه. مادام قويه ما عادش ما ينجمش يشد روحه. هذا فيه مجال كيف النيكوتين تطيح من الدم وتضعف تنقص الحشيشه تجي قويه. فالادويه بكلها نيكوتين ومعوضات النيكوتين بكل انواعها اللصقات او العلكه او الباستي او حتى فما سبري في مخاخات هنا مش موجودين بكلهم يعاونوا على انه النيكوتين ما تطيحش باش الانسان ما يشعرش بك المونك، وعند كيف يشعر بالمونك يولي عنده حشيشه قويه وما عادش ينجم يشدها ولا يعرض لها. فالادويه هذا مجالها الاولاني انها تخلي الحشيشه تجي ضعيفة. وكيف تجي ضعيفة؟ الإنسان يولي المدخن ما يحسش بعذاب كيف يبطل. يحس أنه فايق وناشط وواعي وينجم يركز وما عندوش تنرفيز كبير. يحب في السيجار اوكي، لكن ينجم يشد روحه. دونك شفت الادويه بكلها ومعوضات النيكوتين دونك اللي يعوضوها بكلها عندها دور كبير جدا، لانها تخلي التبطيل نتاع الدخان الانسان يبطل براحه. ما يبطلش وهو متعذب. كيما انسان يجي باش ينحي زرصة تقول له نحيها بالبنج ولا من غير بنج، من غير بنج يقول لك لا حتى يعرفها باش تضره. كي بالبنج يحس شويه قلق ممكن ما تتنجم تحمله، اما ينجم وقتها يقول لك نحيها لي ما يسالش. دونك كيف كيف التبطيل بالادويه وبمعوضات النيكوتين او الادويه اللي تعوضهم يخلي المدخن يبطل براحه كبيره. وبيان سور الادويه هذه تختلف في قدرتها على الاعانه، فملي تعاون برشا فملي متوسطه في الطاقه نتاعها. دونك هذايا الباب الاولاني اللي احنا المدخن يتعرض له هو الكريفينغ الرغبه الجامحه والحشيشه هذه القويه. لكن ما فماش كان هذايا حاجه والادويه تعاون عليها برشا ومجال التدخل الادويه في هذه. لكن ما يكفيش لانه برشا يبطلوا ياخذوا معوضات النيكوتين ويشد روحه شويه ومن بعد يلقى روحه ويرجع، علاش يتنرفز يشد روحه ويرجع. هذا نولي نرجعوا احنا
علاش اللي قلنا فما سلوك نتاع ادمان والسلوك نتاع الادمان هو اللي يرجعه هو اللي يرجعه يدخن حتى لو كان ماهوش نقص نيكوتين. فالسلوك نتاع الادمان كيفاش نغيروه عند المدخن كيما عند كل مدمن. السلوك نتاع الادمان عنده ثلاثة ركائز باش يتغير. اللي باش يحب يغير سلوكه اولا يلزم تكون عنده إرادة ورغبة قوية انه باش يبدله. يكون عنده اقتناع كبير انه من غير دخان حالته خير من الدخان. ورغبه هذه احنا في العاده ديما نوكلوها الى مشاكل صحيه. لكن الرغبه نتاع تبطيل الدخان غالبا ما تكون صحيه صحيح لكن مش ديما تكون صحيه. هذه ارادتنا احنا الطب. لكن الرغبه اللي احنا نفكسوا فيها هي رغبه المدخن نفسه. فما مدخن يحب يبطل على خاطر ريحته خايبه. وعلى خاطر مثلا هو متزوج ومع زوجته تقول له ريحتك خايبه ويحب يبطل على الحكايه هذه. مازال لاباس عليه وما عندوش حتى مرض. فهذه ما يقولكش عليها واحنا ما يقولناش عليها. وما تنجمش تقول له انت بطل على خاطرك تو بعد 20 سنه تعمل كونسير ولا تعمل فاكتوس. لا هو هذه رغبته. احنا دورنا شنو هو؟ ان نقيسوا الرغبه نتاعو قويه ولا مش قويه. اذا مش قويه نحاولوا نتدخلوا معاه باش تخلي رغبته قويه. ورغبة هي متاعه هو مش متاعنا احنا، احنا ما يهمناش حتى طرف نعرفه هو واش باش يبطل. مش دورنا. المهم هو يحب يبطل. المهم هو يحب يبطل ويعرف واش يحب يبطل. خاطر كل مدخن كيما كل مدمن ديما يبدا احنا نسميوه عنده ان سنتيمون دامبيفالونس. يحب وما يحبش. يحب يبطل الدخان خاطر يعرف اللي مضر ولا يتكلف له برشا فلوس ولا يضر له صحته ولا يضر له صغاره ولا يضر له اليوم. واثنين يحبوا على خاطر يجيبوا فيه حاجات باهي. ينحيلوا القلق ونسوا يفرهد عليه. دونك ديما اي مدمن مهما كان الادمان تخو الهيروين الكوكايين الكنابيس التمنتي كلهم فيهم حاجات ايجابيه. واحنا غلط كيف نقولوا راهو الماده المخدره ما فيها حتى شيء ايجابي. مش صحيح. لانه كان ما فيها حتى شيء ايجابي حتى حد ما يعاودها برشا مرات. دونك ديما فما فيها شيء ايجابي تجيبه للي يتعاطاها. واحنا دورنا انه نخليه المدمن يعمل اكل ميزان شنو الايجابيات اللي تجيبهم الدخان وما بين شنو الشيء الخايب اللي اما قاعد بتسبب له فيه او ينجم يتسبب له فيه. وكي يحط هو البالانس هذه كيفاش احنا ندخله ونعاونوه باش ترجح الكفه من انه يولي يشوف الدخان عنده الايجابيات نتاعه صغيره بالكل. خاطر هو مبدئيا يشوف انه ايجابياته كبيره. كيفاش تحبوا انت ينحي الدخان ويخرجه من حياته اذا عنده دوره كبير في حياته. احنا كنعاونوا الناس المدمنه مهما كان الادمان في الحصص احنا نسميوها حصص هذه نتاع العلاج السلوكي والمعرفي والعاطفي الثيرابي كوجنيتيف كومبورتمونتال ايموسيونيل. ان حسب في الحصص العلاجيه هذه نخليو المدخن يشعر انه ويفيق انه دور السيجارو اللي هو كان يشوفه كبير برشا في حياته يولي يشوفه على حجمه الحقيقي. فهذا الدور متاعنا مثلا اذا كان هو يطيح مانك ويحس روحه منرفز على اعصابه ما ينجمش يركز وما يفيقش. فكيفيق كونه هذا الخطر النيكوتين مش على خطر السيجار. خطر النيكوتين اللي ياخذها من السيجار. دونك يولي يعرف اللي النيكوتين تنحي له هالقلق هذايا يقول يا ما عادش يشوف السيجار وحاجه كبيره بالنسبه لهذا اللي ما نجمش يركز الا ما يعمل سيجار. لان فما نعرف فما ناس ما تنجمش تركز او عندها ضعف تركيز وتاخذ سيجار وتولي تنجم تركز. يقول لك انا ما نجمش نركز لا في خدمتي لا في دونك يلزمني السيجار باش نركز كاش خدمتي تضيع. فهذا كيفهم كونه النيكوتين هي اللي تعطيه التركيز مش السيجار بكله. فكي نعطيه النيكوتين بطريقه اخرى وحدها يولي ما عادش يغزل السيجار وكونه هام اكثر برشا الاهميه نتاعه تنقص. كيف كيف بالنسبه للانسان اللي كي يتنرفز وكي يبدا عنده احاسيس سلبيه كبيره برشا وهو مستانس يعاون السيجار ويعاون فيه على الاحاسيس السلبيه ويعاون فيه على الستريس. اذا ما عندوش طريقه اخرى متعلمها كيفاش ينجم يجابها ستريس وينقص منه وكيفاش ينجم يتعامل مع الاحاسيس السلبيه نتاعو باش يشوف دوره كبير. اذا يولي يتعلم فما طرق اخرى
ينقص ستريس ويعرف كيفاش يتعامل مع احاسيس السلبيه بطرق اخرى يولي الدور نتاعو تاع السيجار يولي ينقص يولي يشوفوا الدور اقل من اللي هو كان يتصوره لانه قبل ما كان يشوف كان هذاك اللي ينجم يحلوا مشاكله. فالحصص العلاجيه بكلها دورها هي هذه ان كيفاش تنقص في الـ الـ القيمه متاع السيجارو اللي الإنسان كان يشوف فيها بشكل الحاجات الإيجابية اللي هو دوره الكبير اللي كان يشوف فيه يولي دوره يتقلص. كي الدور متاعه يتقلص يولي المدخن يقدر يخرجه من حياته وبيخرجه براحة لأنه بشيخه أدوية اللي تخليه يرتاح يعني ينحي براحة.